دلوقتي عايزينك ترن على خطيبك وتقول ان انت كنت عند الدكتور واكتشفت ان انت عندك عقم، عايزين نشوف ردة فعله قدام الكاميرا. بالله عليك ما تسألنيش السؤال ده، لان السؤال ده هو سبب تدمير حياتي. ازاي سبب تدمير حياتك؟ يعني كل ما بيجي واحد عشان يعني يا ريت اهل اللي بيرفضوه مش اهل اللي بيرفضوا. امال ايه؟ هم الاهل هم اللي بيرفضوا، امال مين اللي هيرفض؟ ما عشان هم الاهل مش موجودين، يعني هم مش اهل. لا طب استنى بس، عشان نفهم، عشان احنا بنسجل الحلقه عايزين نفهم واحده واحده، ازاي بقى الاهل مش اللي بيرفضوا؟ مش فاهم. طب بعد اذنك انا احكي، بس وشي ما يجيش في الكاميرا. بعد مني ان انا وشك مش هيظهر لحد في الكاميرا. دلوقتي يعني اهله هم اللي رافضين، يعني انا لو اهلي موجودين اهلي هم اللي هيرفضوا. واحده واحده بس، يعني انت كنت بتحب شخص؟ اه كان في شخص في حياتي وجيت قدم لي، بس اهله مش موافقين. ليه بقى؟ عشان خاطر بابايا مش معاه، يعني بابايا محبوس ومامتي متطلقه وعندي اخ برضك محبوس، فالحكايه متعقده، فهم اهله قالوا لا رفضوني. يعني بياخدوا ذنبك بذنبهم ولا ايه؟ ايوه طبعا، قالوا اللي عندنا من البلد هو احسن، وان في بنات احنا عارفينها، اشمعنى الانسانه دي مش كويسه، وان رغم انا ماليش ذنب في اي حاجه، واللي انا يعني جاي على الحياه اللي انا لقيت حياتي كده، يعني ما اخترتهاش. يعني انت اصلا شفت ابوكي؟ لا هو خالص من عمري. انت عندك كام سنه؟ عندي 21. 21 سنه ما شفتش ابوكي فيهم خالص؟ لا بقالي 21 سنه ما شفتوش، ومامتي نفس الوضع برضو، لان هي سايباني وانا عايشه مع عمامي من صغري. الله يكتر الف خير عمامك، يعني ربنا يخليهم يا ربي. بس برضو الدنيا مش مريحه حد، اكيد برضو في مشاكل، بس هما سبب تدمير حياتي الرئيسيين هو بابايا ومامتي، لان هما لو كانوا موجودين كنت زماني جالي حد كويس، او كان زمان الشخص اللي انا بحبه ما كانوش اهله رفضوه، كان اهلي حتى هما اللي هيكونوا رافضينه هتكون كويسه. امال يعني هما سبب تدميرها بالاكتر، يعني هما دمروني خالص. شايف من قصتك ان انت عايزه تقولي ان انت ما كانش ليكي ذنب في ان اي حد ان هو ياخد ذنب اهلك بيكي؟ ايوه، يعني المفروض كان هما يعني يعاشروني يعملوني يشوفوني اصلا الاول، وبعدين يحكموا عليا يتعاملوا معايا، لو انا كويسه يقولوا لا، امال انا مش كويسه؟ يعني انا كويسه بس عشان خاطر اهلي مش كويسين فانا بقيت زيهم، اللي انا واحده مش كويسه، رغم انا مش كويسه وشغاله من صغري. ان طبعك بطبع اهلي. اه فيعني هما ليه يعني انت مثلا انت واحد عايز تتجوز، ما انتش قد المسؤوليه، ما تخلفش، اتجوز عيش حياتك، بس ما تخلفش تجيب عيال تظلموها. الكلام اللي انت بتوجهيه لاهل؟ اه انا بوجهه لاهلي ولاي حد، يعني اي حد يشوف الفيديو، انت انسان شايف نفسك مش قادر تتجوز، او انت شايفه مش هتبقى قد المسؤوليه، ما تتجوزيش عشان ما تجيبش عيال هي اللي تدفع الثمن، زي ما انا دلوقتي بدفع الثمن. يعني انا بقى 21 سنه بدفع الثمن وبتعالج من الاعصاب وحياتي متدمره. والله يا جماعه عايز اقول لكم، انتوا لو شفتوا منظرها، هي رفضت طبعا انها تظهر وشها، لكن والله عينها كلها مليانه دموع، فهي يمكن كمان مش عارفه تعبر باللي جواها، ومش عارفه تعبر باللي هي حاساه. والله ان يعني عايز اقول لكم، انا بيصعب عليا الحاجات اللي زي دي جدا جدا جدا. يعني تعرفوا يعني لو الاهل الام او الاب يعني لا قدر الله يعني متوفي او كده، حاجه بتاعت ربنا، لكن ان انت تكون عايش في الحياه وتجيب عيال وتظلمهم وتعذبهم، تخلي مثلا حياتهم كلها تبقى سواد. يعني هي بتقول ان هي متاخده بذنب اهلها. طيب فعلا انا اللي بقالي 21 سنه بدفع الثمن، يعني ليا اخ ومحبوس برضو، بس هو راجل يعني ما كانش هيعيبه حاجه، لو كان كويس كان 1100 واحده هتتمناه برضو، امال انا اللي في المدفع ليه؟ الناس كلها بتقول لك حاسب قبل ما تناسب، الناس كلها ماشيه بالجمله دي. هي فعلا قالت كلمه واقعيه جدا وبنشوفها كتير، اللي هو لو كان راجل ما كانش هيعيبه حاجه لو كان كويس، يعني لكن هي بنت فبتظلموا فعلا، يعني بتظلموا جدا جدا جدا. ف تحب توجهي ايه لاي حد مثلا كان بيحكم عليك باهلك او باللي بيعملوه اهلك؟ مش عليا انا لوحدي، لاي بنت ولاي ولد برضو، انت ما تاخدش واحده بذنب اهلها، يعني هي كان انت اتعاملت معاها ولقيتها كويسه ومحترمه ما فيش اي غلط فيها، ما امسك فيها. وبرضك الاهل، انت بنتك شاريه، يعني ابنك عايز واحده او بنتك عايزه واحد،
بلاش تحكموا من غير ما تشوفوهم، يعني شوفوهم عملوهم، هما مش هيتجوزوا الصبح، في فترة خطوبة وفي يعني ناس ويعني وهتسألهم والناس بتسأل، يعني ما حدش ياخد حد بذنب حد، يعني سيبوا الباب مفتوح، سيبي بنتك اختارت واحد انت شايفه مش كويس عاشره، ممكن انت الناس كلها بتقول عليه وحش بس هو من جواه كويس، انسان نظيف ما فيهوش حاجه وحشه. طب هقول لك على اخر حاجه، لو تحبي ان الناس تدعي لك دعوه، تحبي كل الناس اللي بتشوفنا الوقت تدعي لك بدعوه ايه؟ يعني تدعي لك دعوه ايه انت محتاجاها جدا جدا جدا؟ اللي انا والله العظيم اللي الانسان اللي كان في حياتي ان هو يرجع لي واهله يوافقوا عليه وبس، هي دي الحاجه الوحيده اللي بتمناها، لان بصراحه هو حنين معايا جدا، ما شفتش منه اي حاجه وحشه ولا اي غلطه بصراحه عشان اللي انا اقف عليه، بل بالعكس اول ما قلت له انا مش عايزه اكلمك تعالى من الباب ما تاخرش، بس اهله المشكله هم رافضيني انا، فعايزه كل ان هو يدعي لي ان ربنا يجعلني من نصيبه وان اهله يوافقهم، وبتمنى ان اهله يشوفوا الفيديو ده، اكيد هم بيقعدوا على التيك توك واخواته وكده، ان هم يعني ما يظلمونيش وما معاشرونيش، يعاشروني وبعدين يحكموا عليا. ثم كده مش هيشوفوا شكلك، بس انت قصدك الرساله توصل له؟ قصدي الرساله توصل له، مش شرط الوش مش هو اللي هيبين كل حاجه، اهم حاجه ان الكلام يوصل ان الكلام طالع من القلب، هي دي حياه، يعني المفروض انت اكيد انت زي ما عندك حلو عندك وحش، اكيد مش كل العائلات كلها اهاليهم كويسين، اكيد فيها لا ابن عمي مش كويس ابن خال مش كويس، كل الدنيا كده، فلازم يعني نبعد عن الاخطاء ونشوف الحلو اللي في الناس، يعني بعيدا عن الاهل انت الانسان دي اللي هتعيش معاك مش اهلها. والله يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه، يعني والله انا بقول لها، يعني من شويه كنت بقول لها ده مش مبرر ان هو يخليكي تفقد الشغف في الحياه، قالت له والله انا فقدها نهائيا، يعني هي يعني من كتر اللي بيحصل معاها هي خلاص، يعني ربنا يعلم هي عينها عامله ازاي مغرغره بالدموع فعلا، فيا ريت الناس كلها تدعي لها الدعوه اللي قالت عليها. ودايما زي ما احنا عارفين احب اختم الحلقه دي بايه قرانيه، ويا ريت تسمعها برضو. ماشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.